شذرات من نوبات رصد الديل. دورة هذه السنة ترتدي حلة جديدة محتفية بالعاصمة العلمية تحت شعار 30 سنة من العمل الأصيل، في مسعى لجعل فن الآلة الموسيقية الأندلسية مؤشرا على طرف الحضارة المغربية. هذه المهرجانات تساهم بشكل كبير في الحفاظ على التراث وفي الحفاظ على الخزان التاريخي للمدينة وعلى التراث الأصيل يعني المتمثل في المهرجانات التراثية التي تحرص الجماعة الحضرية على الحفاظ عليها. على مدار الأيام الأربعة ستجوب فقرة مهرجان الموسيقى الأندلسية المغربية رياضات وقصور المدينة العتيقة مستلهمة طقوسها من هذه الفضاءات الفسيحة.